صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم قلنا أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله؟ فين دينا؟ ما حد يرد! الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هانم ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة إنك في شركة كبيرة ولا لأ؟ أنا اللي يمكن أسمح بالتسيب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته إيه كل الزعيق اللي أنت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتين بس عشان محدش ياخد باله. إيه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي. اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياك تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده للدرجه دي. انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 أسابيع ماشيه بستيل ماكارتني، هفضل عايشه بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا انت ازاي ماشيه بستيل ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. انا اللي انت روحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزم مامي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزيه سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشانك. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ بعدي عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكه. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي. كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها على انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. ليس 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 ليس. فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال. اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا بتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح ثانية واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ أهو تعالى 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 تعال. أهلا 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 أهلا. اسمك إيه؟ إسماعيل. إسماعيل. إسماعيل إيه؟ أحمد محمود الجدي. إسماعيل أحمد محمود الجدي، أهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا إسماعيل؟ سايك.
سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين؟ خمس سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني اكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. انت كل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي لوحدي؟ بتاكل لوحدك؟ تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه؟ عبيط ده انا كانت فرصه من غير تورته. من غير تورته؟ غير تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسكسك. يلا يلا يا سمعة يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكة ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيد. اطلع يا لوز يا عبيد. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين. دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوية. ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة. أهلا 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 يا أولاد. ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما أنت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان مخليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مادام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا قول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ قالت آخرنا 10 minutes. أنا مش بقدر أستحمل الأعزية دي بتبقى كئيبة قوي. أصلا مش عارفة بقول إيه دلوقتي. البقية في حياتك شدي حيلك something like that. إيه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. أوكي أوكي. فين بيكو؟ هي here she is. بيكو حبيبتي البقاء لله. مرسي يا حبيبتي حياتك البقى. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي. شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي. خليكي كده بوزيتيف. حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك المدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. فاكره؟ شي سو كيوت. لا كانت فظيعه. انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايده. ايوه زايده. فاكره فاكره. لا يا بيكو انت مش فاكره. انت كنتي بينج. انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه. حته مني اللي جوه. كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص خلاص. وخطوبتها انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانتي عروسة. خلاص بقى حرام عليكوا بقى. يا حرام حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. في ايه؟ ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الرقص بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين. يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا مش قادره اتنفس يا هاني. ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا يلا حبايبي. حرام عليك حرام.
بيت عبد الله مجانين يطلع بره. لا ما حدش يطلع بره. انتوا غريبه المجانين يطلع بره. اطلع بره اطلع بره. شادي شادي هاو دو اي لوك؟ يو لوك جريت. هاي شادي. هاي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثباتي يا شوش اثباتي. انا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانق في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بت انت بت إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا. هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. مش طالعه. اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالعه. ماشي. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. انت بتضرب، انت بتضرب يلا عشان اشحن وحياة امي. طب اصبر. هتعمل ايه؟ اصبر عليا. اه. بس بس. خلاص 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 كفايه هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقل اركب عشان اوصلك. اسف لازم تعتذر لي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذر لك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس تعتذر لي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذر لي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى. هاني ايوه يا سو، ايه اللي مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعة دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد زفته، وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. والاقولك خليكي خليكي خليكي، ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية. عايزة افسها بتتفسى زي دي؟ يا جماعة هدي لحاني. خرابي. Oh my god, no way! No way! No way! بابي الحقني، انا خبطت برتقاله بالعربيه. لا I guess بصره.